شيخ عبد الرحمن محمد علي عبد الرحمن ديري او كميدا علمدا واوين ee magaalada Hargeysa ayaa qudbadiisii maanta ku soo qaatay qabyaalada iyo dhibaatada taban ee ay bulshada ku leedahay. Sheekh ayaa tusaalooyin u soo qaatay dhacdooyin dhacay xilligii Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, kuwaas oo uu barbar dhigay dhacdooyinka xilligani dhacaya iyo siyaabaha diin ahaan arrimahaasi oo kale loo daweyn karo. Sheekh Cabdiraxmaan Dheere oo ka hadlaya arrimahani ayaa yidhi: waliajli hadaa baa nabigeennu ka digay sallallahu calayhi wasallam. Nabigeennu wuxuu yidhi: arbacun fii ummatii min umuuri aljaahiliya, alfakhru fi laxsaab والطعن في الأنصاب والنياحة على الميت وشق الجيوب وحنا بيقول عليه الصلاة والسلام والاستسقاء بالنجوم أفر أمضى إذا كمد أفر شيء أمضى إذا كد حسقاني وحي كمد إن أرميه جاهل يده إن لقف أنا قبيلك إن قفك النسب كيسا وحلق الشيء غير أبتر سينتيس إن حدقها الروب لقد البولي رضو حدق هبل باق قد هبل دقي الروب أجرا أما حدق هبل باق قد هبل دقي الروب أجرا إيو النياحة على الميت إن ميت كاللاقي ليا وحي كمتها يبا نبي قولي عليه الصلاة والسلام أفر الرماد أو كم إذا أرمها جاهلية ذا وما دينو قدر يمنا ودن كينا هل كي مرأي صين على كقبيالة دحوق تاقن يعي وحي الله بضانا يكعبنا إننا وحي نسيتين يساوا إيضا هدي الله إله ذو نمعا لغا قد يا هل كان مدبارنا يا رير كي يقال الله بتابا كريو مركينو هل إننا ددو ذا وناك سنبا إننا وحي نرانا هرمر با لو باهن يهي برشدو إني هرمر سبيسان لو باهن يهي مدح ديم شعب كره إسكاشدان با لو باهن يهي ني والبانا وحورنا يا كيلومتر أما كيلومتر رو من درف إلى درف لفي الله ذا يدا كواسا وحقلو شيء قبركو قرانوا هايو لفهاني واكوي الله ذا يدا لو دين هدي لها إلا يدا مدول كاتكو شيء قنسا وحل كي نغا قادي حنون كاسي سيدا او إنو قبصدي أما او وحوهي وودقين فينا يا قلوبتين ولا ليال حنون كاد دواديسو وإلهي الدين تي سيرن ونقنو وإلهي الإسلام نمال فهنو وإلهي نحنون كايس كد دوينو وإلهي نقعمها يسكو قبصنا وناقا عدي الدون تو وناقا سياكي مادو وناقا إلهي نواناكو قيمينو روحي الدون هوده حماها نائنو حماكو قيمينو ولو كوعينو لدلاني هدو الدون هوده مركا سينو هورو مرقارينا أدويو مركا سينو قارينا هكسيقينا أدويو علي محمد شامع علي فهد صاب تي في هرقيسة adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahab shiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida